في ليلة هي الأعنف منذ بداية احتجاجات اللبنانيين بالرصاص المطاطي، بالغاز المسيل للدموع والهروات، واجهت القوات الأمنية المتظاهرين وسط بيروت. المتظاهرون الذين تجمعوا في الساحات ليطالبوا بحقوقهم وليعلنوا رفضهم تشكيل حكومة تضم ساسة من الحكومة المستقيلة. أما الحصيلة فأكثر من 90 جريحا، بعضهم تمت معالجتهم، أما من حالتهم حرجة فنقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. لم تكتفي القوات الأمنية عند هذا الحد، بل عملت على وضع حواجز معدنية لمنع عودة المتظاهرين إلى وسط بيروت، ودفعت بتعزيزات كبيرة لها إلى المنطقة حسب ما ذكرت مصادر إعلامية. عقب هذه المواجهات شهدت ساحة الاعتصام في بيروت هدوءا حذرا، في حين جدد المتظاهرون دعواتهم للخروج بمظاهرات هي الأكبر في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت ضد عنف القوات الأمنية بحق المتظاهرين. وكل تلك المواجهات جاءت عقب ساعات من محاولات عناصر تابعين لحزب الله وحركة أمل وبملابس مدنية اقتحام ساحة الشهداء وجسر الرينج وسط بيروت، كل ذلك وحسب مصادر إعلامية كان أمام أعين الجيش والقوات الأمنية، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى استنكار العنف المفرط الذي يمارس بحق اللبنانيين الثائرين. وعلى ذكر حزب الله وحلفائه من حركة أمل والتيار الوطني الحر يواصلون جميعا عرقلة تشكيل حكومة تكنوقراط، حكومة بعيدة عن الانتماءات الطائفية، ضاربين بعرض الحائط كل مطالب المتظاهرين الذين خرجوا من أجلها. يقول مراقبون